انا بدي اقول لكم صباح الخير بيوم هيبة المسيح عنا، واكيد نحن كمان تحضير لشهر رمضان اللي هو جاي علينا. وانا بدي اشكر كثير 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 اتحاد ابناء مشغره بامريكا، واللي هن انا اللي حسب ما عرفت شوي اغلبهم هن قدامى هالمدرسه، المدرسه اللي بتفتخر فيكم. انا بدي اقول لكم انه بشكري تاثرت كثير 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 بهاللفته اللي عملتوها تجاهنا بهالعيد. بدي اقول لكم انه بين عيدنا هالعيد هالايام وعيد الفصح وقرب شهر رمضان في نقاط مشتركه، والنقطه المهمه اللي لفتي صوب الاخر، وخصوصا الاخر هو اللي بحاجه اكثر لإلكم، بحاجه اكثر يعني الفقير. نحن كلنا صرنا فقراء، نحن متكلين عليكم، متكلين المدرسه كمان تتكل عليكم انتو يا قدام المدرسه. انا بتمنى لكم الصحه، بتمنى لكم الخير، وان شاء الله ربنا بيبعد عنكم كل وباء وكل شر. وبشكركم من كل قلبي، ميرسي كتير للفتتكم الحلوه، هيدي علامه الرجعه عنا، انتو علامه الرجعه لكل انسان.